زين نواف، ما قلت لي كم تبي فيه؟ ابي فيه 40. 40 40 انا كيفك 40؟ انت شايف سيكل؟ كشين مشقوق، اشاره مكسور، رابط بالحبل، كيلومتر مكسور، مرايا ما في. 40 شنو 40؟ عطني باسير عدل. 40 40 يعني انت كم حاط ببالك؟ انا ولا بيني وبينك 9 دنانير خليت ببالي بس. 9 دنانير بس؟ اي 9 يبا، اي 9 حبيبي ما يسوى. شوف السيكل يسوى؟ اذا يسوى خلي ياتك اكثر. ما يسوى يبا. زيد شويه، زيد شويه. لا اله الا الله، ما يخالف 10 دنانير زين. يبا السيكل عزيز علي. شنو 10 دنانير؟ عزيز عليك انت تبي تبيع؟ خاف في خاطرك حبيبي. انا باخذ بركب فيه. اذا في خاطرك خاف اخذه وانقله فيه اموت. عطني بالسير عدل. مو شو اسمه على كيفك يقول اي شيء. انا اقول لك شغله، اسمعني اسمعني. قول قول. اسمعني انا بقول لك شغله وان شاء الله انت ترضى وانا ارضى. تفضل. عطنا 20. 20 يبا كيفك 20؟ اذا يسوى يعطيك 20، ما يسوى حبيبي ما يخالف. عشان خاطرك يعطيك 12 دينار، اوكي؟ يبا عطنا 20 وتستاهل، يلا عطنا 20. لا يبا 20 ما يعطيك. زين بيني وبينك يعطيك 14 دينار. فرقت على 6 دنانير، عطنا 20. 6 دنانير شوية علي ابالك؟ 6 دنانير 6 دنانير ولا كيفك انت؟ خلاص يبا ماني بايع ماني بايع. عطنا 20 تاخذه، تبي ولا لا؟ حبيبي بقول لك شيء، اخر شيء ياخذ 18 دينار، زين ولا بعد؟ انت مجنون؟ دينارين عطنا 20. يبا انا ارتاح، صدقني راح ترتاح، عطني. ما يخالف هاك 20 20 بحتني هاك تفضل. هذا 20 وبيعطيك آلة. ليش آلة؟ بغنيك لحظة خلني اشوف سيكل شلون صاير. اول شيء بغن هاتيك. خلاص مو في خاطرك؟ عليك بالعافية. قولي مرتين عليك بالعافية. عليك بالعافية. ما ادري ايش فيه. عليك بالعافية وعليك بالعافية. الحمد لله. بين شدي كاس يخون بين بمداد جنون بكنار عم تفضل. ابو فهد خير؟ مطرش عليه ريمه؟ ايه بغيتك بسالفه. بخصوص الشغل؟ لا لا مو الشغل. استريح استريح. يلا. عيسى الصراحه انا مطرش عليك بيك بموضوع، وادري ان الموضوع هذا بيكدر خاطرك. كدر خاطري؟ أكيد الموضوع هذا شايد، بس قول إحنا أهل. إيش بينك وبين ريما؟ إي عيسى يا أخوي أرجوك حط عقلك براسك وفكر عدل. اللي قاعد تسويه ما يجوز ما يصير. شو ما يجوز وما يصير؟ أنا بأخذها على سنة الله ورسوله. إيه بس ريما ما تصلح لك. شو ما تصلح لي؟ أفع عليك أبو فهد، اللي يصلح لي أعرفه واللي ما يصلح لي أعرفه. يا سلام، وانت شايف زواجك من ريما في مصلحة لك أنت وبناتك؟ أكيد أكيد في مصلحة، لو ماني شايف إنه في مصلحة ما قدمت عليه. بعدين تعال أقول لك، أنت تدري يا أخوي عقب وفاة المرحومة سارة البيت صار خالي، أبي يعني من يراعيني من يداريني أنا ويداري البنات بعد. وإن شاء الله تبي البزر هذه تداري بناتك، ترى هذه كبرها كبر شيخة بنتك. هي أدري بس العمر ما يمنع. بعدين ريمة ما شاء الله عليها فاهمة وعاجل وتقدر تفاهم مع البنات. والبنات ما فكرت فيهم ايش بيقولون؟ ايش يقولون؟ خلي يقولوا اللي يقولونه. ومتى الريال اللي بقى يتزوج يشاور بناته؟ لا 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 حدك عادي يا عيسى،
هذه بدش بيتك، يعني بيتهم، بتحل محل أمهم. ما حد يحل محل أحد يا أبو فهد. عيسى الله يخليك فكر عدل، هذه لا هي من ثوبنا ولا احنا من ثوبها، هذه بزر. وان كان قالت لك كلمتين حلوين ترى تقص عليك يا ابو فهد. الله يهديك، شو هالحكي اللي تقوله؟ انا ياهل تقص علي؟ لا يا اخوي متياهل محشوم، بس انا شفتك مندفع ومعزم، الصراحه ما حسبتها صح. لا لا، مندفع ومعزم وحاسبها صح، وباخذ ريما بتزوجها، وريما تصلح لي 100%. صباح الخير. صباح الحنة والبخور والمشموم. ايش دعوة؟ ما ادري، من قبلتي شميت ريحة البخور والمشموم. سبحت وتخننت، قصيت لك القصة عشان لو رحت علي ذكرك فيني. تدري لو بيدي عملك عليك الحين. صدقين دلوقت من عرفتك حياتي تغيرت، حتى أغاني عبد الحليم صارت أحلى. دلوقت هلأ. بسم الله الرحمن الرحيم، خرعتني. انت ايش عندك لابد لي هني؟ ايش رايك فيني؟ حسيت اني ناطر صح؟ شنو هذا؟ كل عام وانت بخير، هدية عيد ميلادك. وانت بصحة وسلامة، ليش تكلف على روحك؟ لا كلافة ولا شيء، ان شاء الله يوم الدبلة والشبكة ان شاء الله. يا ربي وينهم هذيلة؟ أجهز قبلهم، هذه ما صارت. استغفر الله العظيم. سنية؟ سنية ويعة. أي ست، ايش فيكم ما تسمعون؟ لازم أنادي ألف مرة. شبيلي في حما ويبيلي من البخور اليم الميز. حاضر يا ست. طع هذه. شنو حاضر يا ست؟ قدتش روحي؟ لا يا ست. أي العلامة مش طايرة، أكو حد وراك؟ لا يا ست. خلاص سوي اللي قلت لك عليه، عقب صعدي لهم فوق قولهم يلا بسرعة، عمتي تحت ناطرتكم. حاضر يا ست. بسرعة يا ربي. ما صارت هذه، ما اقول لها تحرك تحرك، اقول لها روحي ما تتحرك. والواحد يبي يكون مستانس يكدرونه. هاي ما جاهزين نطلع؟ يبا انا جاهزه، بس اختك هالمسعده فوق ناطرينها، بعدين ابوك بينا من هناك على طول من الشركه. دق دق بدال القعده كذي. دق دق. أقول يما
عاد مزهب اغنيه حق دلول، بس شنو اغنيه راح توز لها وايد خير ان شاء الله. ناوي تاخذ العود هذا هناك وتدندن فيه؟ اي اكيد باخذه معي. انت نيت شنو اللي بتاخذه وياك بتفشنه قدام خلق الله وتدندن قدامهم هناك؟ يما شفش لك عيد ميلاد رايح نستانس احنا. يلا عاد ماكو بيقعد هني لا اكسر على مخك. يما ولي سلمش بس عاد يلا كلمه قلتها ما انا عايدتها مره ثانيه. لا زين يعني لا زين خلاص. وي ايش تو ياخذ العود وياه هناك قدام الله وخلقه؟ هذا اللي ناقص بعد. اها سنيه شوفي دلول ايش فيها تاخرت. يا بنت اختي عواطف نسوي عيد ميلادها هنا عندنا البنات. الله كريم ان شاء الله. اي نفرح ان شاء الله على انت وين عودك؟ بغيت اجيب امي ما ترضى. يا تحسيتها الحين؟ اي عود الله يهداك بس اسكت انا ما صدقت ادش مكان ما في عود. اسكت عنا. يلا طيب روح يلا يلا يلا. حالات هالقعدة هذه تذكرني بقعدتنا ولمتنا قبل. لو الغرفة هذه تحت كان شهدت. هذه دار جدتي الله يرحمها. الأول انت يمع نقعد دار مدارها، تقعد بالربعة واحنا دار مدارها، وتحازينا هالحزاوي الطيبة الحزاوي الهادفة السنعة. وامي الله يرحمها بذيك الربعة هناك حاطة تاوة وقاعدة خبز رقاق، وكل ما واحد منا ياع راح لها يمه يوعان قالت له ابشر بالخير، مسحت هالسمنه على قرص الرقاق ورشت عليه شويه شكر ولاتت الخبزه وعطتها اياه تقول سندويشه. الله يبش حيتني على الرقاق حلو مع البيض والشكر. يعطيك العافيه وعساك على القوه. يعافيك ابو وليد. ايش تحكون عنه اسمع بيض والشكر؟ يما ابوي سولف عن الرقاق واشتهيته. يا حلوه باكر اسوي لكم. الحين صبي لي شاي وهين باكر. وي نسيت الاستكانات، قومي يما يبيهم. يما ما دخلت عيزانه. ولا قلنا الكبر شيء نزعلوا ومدوا بوسهم. لا امكم كبرت. انا لزوم اشوف البنيه صغيره واتجوزها. اوه قومي قومي هات الاستكانات قومي يما. شنو مالك؟ يلا قومي يلا بسرعه يلا. سمع الحكي. زين يمه سبعيهم عدل ها؟ ان شاء الله. اي عافيه على بنيتي. الاول ما نسمع الحكي هذا. بنيه طرشها امها تقول عزانه وما لي خلق. الاول ما نسمع الا الحكي والله وان شاء الله. اي الاول تحول يا ابو وليد. الاول ما تحول ولا تغير. الا بنادم هو اللي تغير يا دافع البله. يبا سولف لنا على ايام الغوص. اي يا حلاتها من ايام. على شقاها وتعبها لكنها ايام حلوه. يبا صدق اربع اشهر تقعدون بالغوص؟ ايوه انا ابوك اربع اشهر ما تملون؟ ما نمل الا تطق تفودنا وانا ابوك. لكن على قولة القايل ايش حدك يا المسمار؟ قال المطرقه لقمه العيش وانا ابوك تحدنا.
يبا صدق انت غيث كنت قبل؟ اي نعم غيث، وللحين العده عندي كاهب الصندوق تسمع حسك. يبا كم كان عمرك؟ ذيك الساعه من طقتك كذي 16 17 سنه هالحروه. اي بس يبا انا اللي اعرفه انت متزوج الوالده وانت كبير، يعني اللي قبل كان يتزوجون وهم صغار. ولا بس عشان تشقق امك تستانس من الفرح. فعلا تجوزتها وانا كبير وهي صغيره، لاني قبل لا تجوزها متجوز قبلها ثلاث. اوه الله ما رزقني منهم ذريه، لكن الحمد لله الله رزقني منها الذريه الصالحه ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين. الوالده هذه الوالده. اي والنعم والله. سعود قومتوني عشان تسولفون السوالف الحلوه، عن شنو تضحكون؟ انا اقول لك على شنو انت حكي، تبينا نعيد الحكي ها؟ اي اي عيد. وكرر. عاطف. ايش فيك؟ بقول لك سالفة بس ها هلا هلا بالعقل عن تصرفات لي حال. ايش فيك؟ صاير شيء؟ لا ما اقول لك الخير ان شاء الله. اخوك عيسى. ايش فيه؟ بيتزوج. وين راح؟ ناصر تعال تعال يمه. خير يمه ايش فيك؟ الخير بويك يمه، يمه واللي عافيك اطلع فوق السطح لابوك قول له بسك من مجابل الحمام الناس ليل. ان شاء الله يمه. اي والله قواك الله يمه، فكيتني يمه طلعت الدري ما فيني حيل. اي يمه روح ارتاح انت. زين اسمعني مو يقول لك بعد شوي انزل سحبه من ايده وبروحه مو ناقص. ان شاء الله لا تحاتين. عفي روح ارتاح يمه. ان شاء الله يمه. يبا يبا ايش فيك يبا؟ نواف يمه يبا نواف يمه يبا يبا ايش فيك يبا نواف؟ جزاك الله خير. أجرنا وأجرك. يا حي الله ام فهد، هلا باختي عواطف. حياك حياك السريح. الله يحييك ويبجيك. هذه الساعه المباركه تصدقين عاد لو اني ما شفتك هني كان قلت اروح المكتب واتصل فيك لان ابيك ضروري. انت شلونك اول؟ انا بخير الحمد لله الحمد لله. انت شلونك؟ عسى طيبه؟ انا زين الحمد لله. ها ايش بغيت تقول؟ يعني بغيتك بسالفه. اي كاني قاعد اسمعك قول. الحقيقه عواطف انت اختي ابيك تخطبي لي. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ليش تستغفر الله؟ شو مسوي يعني؟ شو مسوي؟ اكيد محسن قايل لك وانت ما انت راضيه. اكيد ماني راضيه. عل تاخذ البايره هذه على ام السنه الله يرحمها ساره اللي الكل يشرق باسمها لما نقوله، تاخذها عليها وتاخذها على بناتك وتعطيها اسمك. اسمع عيسى، الزواج هذا انا مو جايز لي ولا ابي. يا شوفي عاد عواطف، انا اخوك وانت اختي ما لنا بد من بعض. اي لكن الموضوع هذا الحقيقه انا ما قلت اني اشاور فيه احد مره واحده، لا انت ولا غيرك. يعني شنو؟ يعني البنت جايزت لي واللي قلتي كله ما له معنى. لا اكيد عيسى هذه سحرتك. سحرتك قولي شو مكلتك. صدقتي والله سحرتني سحرتني بوجهها الصبوحي
سحرتني كلام هالأدب الحلو سحرتني. هو إيه سعلامك إيش فيك؟ الحكي هذا خلي حق المصبنة حق اليهالو مو حقك أنت كبرت ودبرت. شوفي عاد عن الغلط عواطف عن الغلط صجحنا أخوان شنو؟ بتردين تربين من جديد خلاص السالفة هذه خلصت أنا منها وناوي إن شاء الله أتزوج ريمة واللي راضي راضي واللي مهو راضي كيفه ما حد يردني لا أنت ولا غيرك. يعني الحكي هذا حقي؟ إيه حقك وحق غيرك. زين زين يا عيسى أخذها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم وليد شلونك؟ الحمد لله عبد. عظم الله أجرك. أجرنا وأجرك. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. لا تسوي بروحك كذي وليد مو زين. ترحم علي. بس جميل أنا أبوي راح. فعلا أنا أبوي راح وليد كلنا بنروح بدر. ادعي له بالمغفرة. انت انسان مؤمن. قول عسى الله يغمد روحه لينا ان شاء الله ويجمعه مع الصالحين. هاك شد ميعاتك شد ميعاتك وترحم عليه. لا تسوي بروحك كذي. الله يرحمه ويمد روحه لينا. حريم الفريج كلهم يتهاوشون اليوم يسوي لكم الغداء. بس امي حلفت قالت ما هي مسوية إلا هي. أنت يبلك؟ ما قصرت. مساكم الله في خير. بس أنا ما أبي مو مشتهي. أبي أكل أنا مع إخواني. أكل مع أمي. أنا ما أحب أكل بروحي. على أبوي اللي عندي راح. معلش ريحته خنينة. الحريم رايضين على ما يمشون. خليني أنجب لك شوي وإذا أمي سألتني بقول ما أدري منو خذ من الجدر. زين الحمد لله. ما أكلت يبا؟ الحمد لله شبعت. الحمد لله. ما
لا قضيت وصلتوا على امينه خل تشيل السفره والزايد تحطه بالثلاجه حق العشاء. ما اكلتوا ما ادري ايش فيكم اليوم. نصر ما داومت ويا حسرتي لكم بس صار فيهم شيء. صدقني نوره كسانه بس ما تقيب. حتى نصر ما وايده ما يداوم. تحكين اقوم اتصل عليهم ولا عيب حزت قده؟ لا لا ما فيها شيء. اتكي على رفيقتك من رزق تجدين عنها لا غلط ولا عيب. خش عيل الحين اقوم اتصل. لهالدرجة حاتينا والله لو انا كان ما خفت علي كذي. ادخل. قوة دلول. هلا فهد يقويك. عسى ما شر، ليش ما نزلتي على الغداء؟ في شيء؟ هو عشتو، يعني الحين انت جاي تنشد عني؟ اي اكيد جاي انشد عنك، والله عاد فقدتك. مشكور وما تقصر. انت ايش فيك؟ في شيء؟ ابد والله، رفيجتي مو مداومة اليوم بالجامعة وقاعدة حاتيها. زين دقيت تطمني عليها، ايش حقها قاعدة تحاتين؟ اي مو انا دقيت عليها بس هي تعبانة، كذي قصدي. يلا ان شاء الله ما عليها الا العافيه. انزين ايش رايك اسمعك اخر لحن سويته؟ والله بطير منك الغلقه كلها. بس 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 تكفى فهود، واي فراقه، انا بروح اناس ساكني. تكفى روح، انا مالي خلق حتى هدومي، روح دارك اقعد دقدق وغن على مشتهاتك. خلصني يلا. زين 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 بروح بل كليتيني شرها علي انا اللي جايه وانسج. مشكور وما تقصر، خلصني روح. انا مو تعرف انت ايش حقك كله داقريني بهالبيت، يعني اخوانا ما ابي منكم شيء، كله ابي منكم انكم تسمعوني. مليت وانا دقدق حق نفسي. يا مجنون رد الباب وراك خلصني. طيب ايش فيك؟ نورة توها اتصلت. زين وش قالت؟ قولي شنو؟ ابوها توفى امس بالليل. تفضل. مساء الخير. مساء النور. وينك في يا يبا؟ نهاية الدوام قاعد تنطرج تنطرج ما لقيتش ورعتي. ما في، خلصت بكير ورجعت على البيت. في شي صاير؟ لا بس ما قاعد تحاتيش. لا قدرت تتغدى ونسيت نظارتي زي ما نسيت نفسي. تعالي تعالي حياتي. الحين ارتحت. ابشرت كلمت اختي عواطف موضوعنا. بعرف شفته في المكتب بس شافتني قاعده تصرخ علي. وكيف طقك خلص صار كيف شعلن منها؟ شو موافقه؟ هي صراحه مي موافقه لكن مو بكيفها انا اللي بتزوج. ليه يعني؟ كرمال اني فقير وعلى قد حالي؟ يا يبا الفقر مو عيب. يا انا اللي بتزوج ولا هي؟ ما لي شغل فيهم. بس هي يعني عندها شوية وجهة نظر تقول يعني أنت صغيرة وأنا كبير، هذا بس الكلام. بس الحب بيدخل على القلب دغري، ما في لا كبير ولا صغير.
وانت تحبيني دوري؟ يا بعد شاكول ويلوموني فيك؟ هلأ شو ناوي تعمل مع أختك؟ كيف عاد؟ رضت رضت ما رضت بطقاك. بس كيف منتزوج هما مش راضين؟ انت زوج اليوم هم راضين باجي يرضون. امتى رح نكتب كتابنا؟ ايه ان شاء الله أكبر رمضان نعيد عيدين. لسه رح انطر شهر؟ نصبر شهر ما فيها شيء، نصبر شهر نسوي ترتيباتنا نكلم البنات بعد، هو يمكن اقدر افر راس العواطف هذه. والله انا خايفه عواطف هي اللي تفر راسك تخليك تغير فكره الزواج. افا يا ريما هذا كلام تقولينه؟ انا ما حد يقدر افر راسي العواطف ولا غيرها، انا اللي بتزوج. لا لا كذي زعلتيني. خلاص كرمالي لا تزعل. هاي يا شيخونا تعرفين شيء؟ سلامتك. الله يسلمك. هاي هب 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 وين انت وياها على الله؟ نبي نروح بيت نورة رفيجتي ابوها متوفي، نبي نروح نخلف عليهم. وليش ما تقولون؟ ليش ما تحكون؟ طاقين عبيكم وطالعين. ترخصنا من ابوي قبل يروح الشركة. وليش ما تقولون؟ علشان اقوم بالواجب. تبتين تعالي ننطرك. هو من بيته من عزاه. نورة المجدمة رفيجتي اللي تعرسك. ايه بيت المجدمة عيل. خلاص انتوا روحوا خلفوا عليهم وانت محل النفس. هلا هلا بشيخونا حبيبتي. هو خليفة علامك قعدت توك بتطلع. ما يصير يا يبا ما يصير اخليك بروحك. واي خليفة روح جابل شغلك ابرك خلني تنفه شوي. عفا الحين انا اللي قامتك؟ خليفة عن التمالح ويلا عاد قوم روح جابل شغلك. زين يلا قوم. بروح يا نحيسة فهم الله. هاتشي ما سمي ما انا مشتهية. يما ما يصير كذي، انت من الصبح مو اكله شيء. يما لا تحور قلبي، قلت لك ماني مشتهية هو غصب. يما لا تخلينا انا نصور نشتفك انه اكلك غصب. يما اكلي خلاص. يما ابوي الله يرحمه مو ناقص. اسكت اسكت ما بيسمعها. ما علي يما سمي. يما نورة أعطيني كمبل مخدة من الدار. كمبل؟ ليش؟ بنام هني. يما ما تنامين هني، تروحين دارك وتنامين. ما يطاوعني قلبي قديش دار أبوك مو فيها. شلون أتمدد حق رفاية وهو متمدد عليها؟ يما شلون؟ شلون لك الساعة التالي الليل؟ والتفت وما شفته يا ابني شلون يا يما؟ ما اقدر ما اقدر. يما 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 سمي بالرحمن اطلبي له الرحمه. للصياح ما يرد اللي راح. ما اقدر ما اصيح. هذا الخالي هذا سعود حتى لو ابكي دم بعد ما وفيت حقه. ما اقدر يا يما ما اقدر. يما تكفين تكفين طلبي له الرحمة الله يرحمه.
الله يرحمه ويغفر له ويحشره مع الصالحين. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.